الحصاد من قناة الفلوج. أهلا بكم مشاهد كرام في نشرة إخبارية مفصلة من قناة الفلوجة، معكم محمد الكبيسي وسؤدة طارق. أهلا بكم، نبدأ هذه النشرة بأهم ما فيها. مبادرات الإطار تواجه بصمت التيار، والقضاء يحسم الجدل حول مصطلحي تصريف الأعمال والطوارئ. 19 عاماً على نكبة الاحتلال، دعوات لإصلاح النظام السياسي وإنهاء تراكمات التحاصص والفساد. مرة أخرى الإرهاب يختطف رعاة أغنام في نينوى مستغلاً رداءة الطقس ويهاجم غرب الأنبار، والأمن يستنفر. معامل الإسفلت تحتج على رفع تسعيرة الخام وتحذر القرار سيرفع سعر أمبير المولدات ويعطل تعبيد الطرقات. الفلوجة تحتفي بأبنائها، إقامة مأدبة إفطار لعمال النظافة، لولاهم لما كانت المدينة أجمل. البداية من التطورات السياسية، حيث أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أن الدستور العراقي يجيز إعلان حكومة طوارئ رغم عدم ورود نص صريح بذلك، مشيرا إلى أن الموافقة عليها لا تكون إلا بأغلبية الثلثين بالبرلمان. وكتب زيدان في مقالة له إن مصطلح حكومة الطوارئ غير موجود بنص حرفي في الدستور، إنما ورد سياقيا في المادة 61. الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بشرط أغلبية الثلثين، وبناء على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. كما أشار زيدان إلى عدم وجود نص دستوري يتعلق بمصطلح حكومة تصريف الأعمال، وإنما جاء سياقيا في المادتين 61 64. من جهته أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري إصراره على إخراج العراقي من الانسداد إلى فضاء الحرية واستعادة الكرامة وإنهاء كل أشكال الهيمنة الأجنبية والفساد وإقامة الدولة الحرة العادلة. ودعا العامري في بيان له القوى الوطنية إلى تغليب لغة الحوار والاعتدال والوسطية والشعور بالمسؤولية تجاه الشعب والوطن، والسعي الجاد لحسم الخلافات للمضي في استكمال بقية الاستحقاقات. إذن تتواصل الأزمة السياسية في العراق وتتواصل تعقيداتها، بما يجعل المشهد السياسي مفتوحا أمام احتمالات مختلفة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. الذي تتواصل الأزمة السياسية في العراق وتتواصل تعقيداتها، بما يجعل المشهد السياسي مفتوحا أمام احتمالات مختلفة. وتحت مظلة المبادرات تتحرك الأطراف السياسية لإيجاد أرضية مشتركة بين الجميع وصولا إلى تشكيل الحكومة المقبلة. اليوم احنا بنتكلم عن عملية سياسية تشكلت بشكل توافقي في المراحل السابقة، من الصعب اليوم أن ننقلها من حالة إلى حالة أخرى بطريقة الصدمة، وهذه الصدمة ستكلف الدولة الكثير. لذلك اليوم نتحدث عن انتقال تدريجي يكون من خلال تشكيل حكومة أغلبية. نعم لا بأس في ذلك، ولكن بشرط أن تكون أغلبية موسعة، أغلبية يشارك بها كل من يرغب بالمشاركة. مبادرات الإطار التنسيقي لم تلقى استجابة من زعيم الكتلة الصدرية حتى اللحظة، مما يشير إلى استمرار أزمة تشكيل الحكومة، وهي أزمة قد تفضي إلى سيناريوهات عدة أبرزها إعادة الانتخابات وحل البرلمان. خلال فترة إصرار السيد الصدر أيضا طرح مبادرة اختيار رئيس الوزراء السيد جعفر الصدر وغيره، معناه هناك جانب معين لدى هذا الطرف في أن يطرح مبادرات أو يتقبل مبادرات. الإطار التنسيقي له الآن مبادرة، وأعتقد الآن هناك عمل لا يظهر للإعلام. ويؤكد مراقبون ضرورة إبعاد الملف الأمني عن الملف السياسي بشكل يضمن عدم تطور الانسداد الحالي إلى توترات أمنية، لا سيما بعد تصاعد التصريحات المتشنجة من بعض الأطراف. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية.
على الرغم من أن الحزبين الرئيسيين الكرديين في كردستان يؤكدان ضرورة اللجوء إلى الحوار لإنهاء الانسداد السياسي، فإن المبادرات التي قدمتها أطراف الإطار التنسيقي لم تجد لها صدى واسعا في الإقليم. تفاصيل عوفة في سياق هذا التقرير. مبادرتان في أسبوعين لإنهاء حالة الانسداد، الأولى رفعها الإطار التنسيقي والثانية قدمها رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم منفردا. في مقابل ذلك يبني البارتو رؤيته لهذه المبادرات من منطلق نظرة إنقاذ الوطن الذي حسب موقفه صوب تكليف ريبار أحمد لرئاسة الجمهورية وجعفر الصدر لرئاسة الوزراء، في حين يترقب اليكتي أي تغيير بالمشهد قد يضمن له منصب رئاسة الجمهورية مجددا. الحديث يدور حول المباحثات ومبادرات كلها تصب في خانة واحدة، وهي كل طرف يحاول أن يجبر الطرف الآخر أن يقبل برؤيته، والآخر أيضا يتمسك بموقفه. لذلك ليس هناك أي مجال للتفاهم إلا إذا لم يحدث شيء ليس في الحسبان. كرديا مع الانسداد السياسي في تفاهمات الإطار والتيار، لا يبدو أن طاولة الحوار الكردي مستعدة لطرح تفاهم جديد بشأن رئاسة الجمهورية. الأمور مقبل على الانسداد وبقاء الانسداد السياسي وعدم اتفاق بين الكتل، والخلافات ما زالت موجودة في البيت الشيعي، وأيضا فيما يتعلق بموضوع رئيس الجمهورية لا يوجد هناك اتفاق كردي حول هذا الموضوع. ويقلل كثيرون من جدوى المبادرات السياسية التي يتبناها طرف سياسي بعينه، مؤكدين أهمية تقديم التنازلات التي من شأنها ترطيب الأجواء للجلوس على طاولة حوار بدون شروط وقيود مسبقة. مبادرات الإطار التنسيق الساعي لإنهاء حالة الانسداد السياسي تضع الجميع في مضمار الحوارات المكثفة، فيما يسعى البارتي واليكتي للتوافق بينهما حول منصب الرئيس. من أربيل، بشير الحسن، قناة الفلوجة. للمزيد ينضم معنا القيادي في تيار الحكمة الدكتور أحمد العيساوي. مرحبا بك دكتور أحمد، ألم تتلقوا حتى الآن أي إشعار من التيار الصدري لعودة التفاوضات والتفاهمات؟ أهلا وسهلا بك وبقناتك الكريمة. نحن اليوم واضحة للعودة، هناك التهاب هي كما يوصف يعني أطب. لكن نحن نقول إذا لم يعالج أو الاحتقان لن هناك مفاوضات ولن يكون مقابلات لا للرئيس الجمهورية ولا للرئيس الجمهورية، ولهذا السبب الجلوس والحوار. دكتور أحمد، أنا أعتذر على مقاطعتك لكن الصوت غير صالح، سنعود لك في حال إصلاح هذا الخلل. نعم، إذن يوافق اليوم 9 من شهر نيسان مرور 19 سنة على الاجتياح الأمريكي لبغداد وتغيير نظام الحكم فيه، ورغم ذلك ما يزال الإخفاق والفوضى يتسيدان مشهد ما بعد 2003. واستذكر العراقيون هذا اليوم وسط خيبة أمل كبيرة بدت واضحة عليهم جراء استمرار البلاد في تصدر مؤشرات الفساد والهدر المالي والخراب والدمار، فضلا عن تراجع قطاعات الصحة والتعليم والثقافة. في السياق نفسه، طالب عدد من الأكاديميين أن تتجه الحكومة إلى المحكمة الدولية لغرض إقرار تعويضات للعراق عن آثار الدمار الذي لحق بالبلاد بسبب الاجتياح الأمريكي منذ 19 عاما. نطالب بأن تحاسب الولايات المتحدة بتعويض المتضررين من جراء هذا الاحتلال الأسود، سواء عن احتلال تدمير الدور أو قتل الأشخاص، بتعويضهم عن طريق المحاكم الدولية. هذا الأمر يقتضي وبعد مرور 19 سنة من هذه الذكرى أن نلزم الجهات التي قامت باحتلال العراق وجيشت الجيوش على العراق أن تعوض العراق عما لحقه من أضرار في هذا الاتجاه. الأمر ينبغي أن يطرح في كل المحافل الدولية وفي كل المؤسسات والمنظمات الدولية للمطالبة
بالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للدولة وأضرار لحقت بالمواطنين، دورهم وممتلكاتهم ونفوسهم وأحيائهم بهذا الاتجاه. نحن في محافظة نينوى خسرنا الكثير في 9/4 وأثناء احتلال داعش، ولا زالت لحد الآن حقوقنا مهضومة. يعني لم تستطع لا المحاكم الدولية ولا المنظمات الدولية أن تحاسب بوش المجرم على ما اقترفه من جرائم بحق أهالي محافظة نينوى من قتل وتدمير. نعود إلى القيادي في تيار الحكمة دكتور أحمد العيساوي، مرحبا بك دكتور مرة أخرى. وكنت قد سألتك عن هل من مؤشرات حصلتم عليها من قبل التيار الصدري لعودة التفاوضات والتفاهمات؟ أهلا وسهلا بك وبقناتك قناة الفلوج الكريم. طبعا نحن لدينا تشخيص العملية السياسية يختلف عن تشخيص بعض الكتل. نحن ننظر إلى العملية السياسية، هناك التهاب واضح في العملية السياسية أو احتقان بين الكتل السياسية. فطرحنا المبادرة يوم أمس، هي مبادرة الجلوس والحوار بين جميع الأطراف السياسية المختلفة والموافقة حتى مع الإنقاذ جميعهم ومع الإطار والمتخالفين معهم بجمعهم يعني. والجلوس على طاولة الحوار ووضع طروحها للحكومة المقبلة ووضع برنامج الحكومة المقبلة على طاولة الحوار وبعدين يتفقون على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان. ولكن هناك من يرى أن بادرة الحكيم عامة لم تتضمن حلولا تفصيلية، خاصة فيما يتعلق بموضوع الجلوس على طاولة واحدة وتفصيل من هو في الحكومة ومن هو في المعارضة. نعم، نحن اليوم نقول نحن في المعارضة، تشرين في المعارضة، جيلين في المعارضة، امتداد في المعارضة، وبعض الكتل أيضا في المعارضة. ولهذا السبب معروف من في المعارضة، تقريبا 60 نائب 70 نائب في المعارضة والباقيين يريدون أن يشتركوا في الحكومة. نحن بنظرتنا وبرؤيتنا هل اللي يشترك بالحكومة خليه يشترك بالحكومة، واللي يذهب إلى المعارضة يذهب إلى المعارضة. لكن اللي يشتركون بالحكومة يجب إزالة الاحتقان السياسي فيما بينهم، إزالة الحساسية الموجودة على الشكوك. لو جنابك الكريم انت لاحظت الديمقراطي الكردستاني ما عنده مشكلة ويا الاتحاد الكردستاني في كل شيء، أصلا هو مشترك مع حكومة أربيل، لديه خلاف فقط على شخصية السيد برهم صالح، وهذا دلال على أنه هناك احتقان أو ارتهاب فقط من السيد برهم صالح. واليوم التيار الصدري ما عنده مشكلة مع الإطار التنسيقي بأجمعه، المشكلة مع السيد المالكي فقط. ولهذا السبب نحن طرحنا المبادرة والحوار وللجلوس جميعا وإزالة هذا الاحتقان، إزالة هذا الالتهاب اللي موجود بين الكتل السياسية. يعني اليوم تحالف السيادة لديه علاقة طيبة مع الجميع، ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة لا ويا الإطار مجتمعان ولا ويا التيار ولا ويا الديمقراطي الكردستان، لكن هو ملتزم بتحالف إنقاذ وطن. ولهذا السبب إنه اليوم إحنا ما عندنا مشكلة، والديمقراطي ما عنده مشكلة مع الاتحاد الكردستاني، والتيار الصدري ما عنده مشكلة ويا الإطار، فقط على شخوص. نحن نريد إذابة هذه المسألة بين الشخوص لا بين الكتل السياسية. جنابك الكريم إذا ما توصلنا خلال هذه الفترة المعينة إلى انتخاب رئيس جمهورية وبدوره يكلف رئيس الوزراء، نحن افترقنا كل المدد الدستورية. إذن باستنفاق كل المدد الدستورية دكتور أحمد، وهناك من يرى بأن هذا الموضوع يعني أصبح يجب أن يحل في ظل هذا الانسداد السياسي، هل سيناريو إعادة الانتخابات وحل البرلمان يبدو منطقيا في هذه الأوقات؟ المادة 62 والمادة 73 من الدستور ما حددت حل البرلمان في انتخابات، قالت سينتخب رئيس الجمهورية، بس ما حددت بعد انتخاب رئيس الجمهورية إذا ما انتخب رئيس الجمهورية بالمدة المحددة هل يمكن حل البرلمان؟ هل ممكن الذهاب إلى انتخابات مبكرة؟ هل ممكن؟ وهذا الذي أحرج اليوم القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، اثنيناتهم محروجين من العمل. يعني أنت لو لاحظت جنابك الكريم مجلس القضاء الأعلى بين فترة وفترة بدأ يبرر للعمل على أنه الدستور هيج نبه والدستور هيج أشار والدستور هيج قال. لهذا السبب نحن اليوم بحاجة إلى بعد انتخاب إن شاء الله رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، وهذا مطلب شعبي، تعديل الدستور ووضع فقرات في الدستور واضحة تبينت لنا جليا خلال هذه الفترة. أول شيء أن الدستور ترك كل مدة مفتوحة، ما جعل، لأن يعني إحنا دستورنا أول ما بني من 2003 جنابك الكريم بني على التوافق السياسي، ما بني على الأغلبية السياسية، ولهذا السبب ترك كل المدد مفتوحة.
وهنا أيضا من أجل يعني أن يتم تعديله أو تغييره خلال أشهر، لأن فيه بعض المغالطات التي ذكرها المشتركون آنذاك في العملية السياسية. لو نتجه إلى رؤية الإطار، يعني الإطار التنسيقي اليوم يرى بأنه موضوع ومنهج الصدر بأن يكون أغلبية وطنية لا يقترب إليها ويراها غير صحيحة، ويجب أن يشترك الكل ومن ضمنهم التحالف الثلاثي وإنقاذ وطن، لكن حتى يعدل الصدر أو إنقاذ الوطن عن موضوع الأغلبية، ألا ترى أنه من باب أولى أن يقدم الإطار التنسيقي بعض التنازلات من أجل أن يجذبهم إليه؟ إحنا اليوم تدخلنا تدخل عميق في الإطار التنسيقي وجعلناه يرضى حتى بأشبه بالمعارضة، هو اللجان البرلمانية حتى يمارس دوره الرقابي وترك الحكومة أن يشكلها التحالف الثلاثي، ما عندي مشكلة. طيب، لكن أن يكون اختيار رئيس الوزراء من قبل الكتل الأكبر، جنابك الكريم عندنا تفصيلة مهمة في انتخابات 2018، ما كانت كتلة أكبر، وانتخب السيد عادل عبد المهدي ونصب السيد عادل عبد المهدي في كتلة توافقية. بعدين لما انفشل السيد عادل عبد المهدي والإصلاح يقول هذا من عندكم والبناء يقول هذا من الإصلاح، ولهذا السبب ما حد طلع النوب، رجعنا بانتخابات السيد الكاظمي لما ردنا نجيب السيد الكاظمي كل الكتل تقول لك من الكتلة الأكبر اللي ترشح رئيس الوزراء، ظلينا في خلاف لمدة فترة معينة لحد ما أجى السيد الكاظمي أيضا بتوافق واللي صار بينا صح. نعم، احنا نريد اليوم كتلة تعتمد وتشترك بالحكومة وتقول أنا الكتلة الأكبر، أتحمل المسؤولية داخل البرلمان، أتحمل المسؤولية عن الحكومة المقبلة. نعم، ومعارضة تقول أنا معارضة في البرلمان، لدي اللجان البرلمانية، أتحكم في الوزارات، أشوف عمل الوزارات شنية، أشوف عمل الهيئات شنية، أراقبهم، أسائلهم في البرلمان من خلال اللجان البرلمانية. لكن أن يأتي إنقاذ وطن وأخذ اللجان البرلمانية وأخذ الوزارات بأجمعها، هذا اللي هو استحواذ على البرلمان واستحواذ على الحكومة. شكرا جزيلا لك. ولهذا السبب نحن خلال هذه الفترة قدرنا نقنع الأطراف جميعها، هو الجلوس إلى طاولة الحوار والمفاوضات والاقتناع، ناس تقود من البرلمان وناس تقود من الحكومة، ويتحمل مسؤولية اللي يقود الحكومة يتحمل مسؤولية الحكومة بأجمعها. وضحت الصورة دكتور أحمد باختصار لو سمحت. عفوا، إن شاء الله باختصار، أنه آخر شيء أنه الفترة المعينة التي تجاوزها المدد السورية اليوم جعلت العراق جميعهم في حرج، ولا يوجد مخرج لهذه الأزمة إلا الذهاب أولا لحل برلمان أو انتخابات مبكرة، ماكو غيرها، ويحلون البرلمان نفسهم البرلمانيين الموجودين في البرلمان. شكرا جزيلا لك. السبب يجب عليهم إصلاح تشكيل الحكومة. القيادي في تيار الحكمة دكتور أحمد العساوي على هذه المداخلة. الأخبار مستمرة. خلصت دراسة أعدتها منظمات محلية ودولية إلى أن على هولندا الاعتذار عن ضربة جوية نفذتها في العام 2015 على قضاء الحويجة في محافظة كركوك، وأسفرت عن استشهاد 85 مدنية. وأكد الباحثون أن هناك مئات الجرحى ونحو 6000 منزل قد تضررت، فضلا عن تهدم آلاف المتاجر، موضحين أن الحكومة الهولندية قد تعهدت بتقديم 4 ملايين يورو لإعادة الإعمار، لكن لم يترجم هذا الالتزام حتى الآن بعد 7 سنوات من الهجوم بعمليات إعادة بناء فعلية، موضحين أن الضحايا يشعرون أن هولندا تخلت عنهم، وهم يطالبون الحكومة الهولندية باعتذار رسمي عن الهجوم وبتعويضات كافية لتغطي تكاليف الضربة الجوية الهولندية. إذن بعد 19 عاما من الدمار والخراب والعنف، يستذكر العراقيون الاجتياح الأمريكي لبغداد العاصمة. تفاصيل أوفى عن تلك الذكرى نتابعها في التقرير الآتي. الفغارة جوية في مثل هذا اليوم تلقتها بغداد في ليلة اجتياحها من قبل أمريكا وحلفائها، حقبة جديدة بتأريخ واحدة من أعرق مدن العالم، ثمنها آلاف الأبرياء ودمار البنى التحتية وقائمة خسائر ضخمة قد تبدأ ولا تنتهي،
وحدها أعمار الناس ونوعية أزماتهم التي تغيرت بعد 19 عاما من التغيير. فبلاد الثروات تعيش واقعا مؤلما يتراكم يوميا بسبب الفساد وسوء الإدارة وارتهان مصالح الشعب بالخارج. أهملت جميع مفاصل بناء الدولة العراقية إذ ما كانت بناء سياسيا أمنيا اقتصاديا خدميا، وبالتالي ذهبت هذه القوى السياسية إلى الصراع السياسي، وقد أثر هذا الصراع السياسي بشكل أو بآخر أيضا على حياة المواطن العراقي. وبالتالي إذا ما سألت مواطنا عاديا سوف لن يجد الفرق ما بين الفترة السابقة والحالية. سياسيا يعتقد العراقيون أن الحاجة أصبحت ملحة إلى إنعاش النظام السياسي العراقي، وذلك عبر إجراء المراجعة الشاملة وتحقيق إصلاحات جوهرية بعيدا عن التحصص الحزبي والمكوناتي. أغلب العراقيين لديهم خيبة أمل للنظام السياسي باعتبار أن النظام السياسي لم يلبي طموحاتهم الاقتصادية، طموحاتهم الأمنية، طموحاتهم السياسية، وبالتالي نعتقد أن هذا النظام السياسي بحاجة إلى تعديل، بحاجة إلى تقنين لكي يلبي طموح الشعب العراقي. الطبقة السياسية لم تعطي ما هو أفضل للشعب، وهي قادرة وحتى الأموال تمتلك أكثر مما تمتلكه النظام السابق، وتصبح هناك مقارنات. الحقيقة العراقيين يستحقون الأفضل، لا هذا النظام ولا حتى النظام السابق، لكن هذا النظام ممكن المعول عليه أن يتقدم ديمقراطيا بخطوة وإيدة وأن تتطور الوعي الاجتماعي والوعي الناس. طبعا تعرف الناس الآن فهمت اللعبة السياسية وفهمت أنه لا تريد التفكير في الماضي، وفي نفس الوقت لا تريد التفكير في الطبقة السياسية الحالية التي لا تريد أيضا تحقيق مصالحها. الناس تفكر دائما في التقدم، والناس تحب الحياة، والعراقيين شعب معطاء يريد دائما التقدم والازدهار. وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة بحجم الخسائر التي سببها احتلال العراق مع الفترة التي أعقبته حتى الانسحاب العسكري الأمريكي عام 2011، رجحت مصادر كثيرة استشهاد أكثر من 1,000,000 مدني بسبب أعمال العنف، فضلا عن هجرة أكثر من 5 ملايين مواطن، بالإضافة إلى مئات الآلاف من المعتقلين والمغيبين، فيما تسبب الفساد بخسائر مليارية قدرت حتى السنوات التي أعقبت الانسحاب الأمريكي ب$200 مليار. من بغداد، أنس يوسف، قناة الفلوجة. أما الآن ينضم إلينا مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل. أهلا بك دكتور غازي. إذا يوافق اليوم؟ يا مرحبا، أهلا وسهلا. رمضانك مبارك دكتور غازي. شكرا للجميع يا رب. يوافق اليوم مرور 19 سنة على الاجتياح الأمريكي لبغداد، كيف يمكن لنا أن نستذكر معا هذه الذكرى المؤلمة؟ مؤكد، يعني كما أشارت التقارير اللي تفضلت بها، إضافة لمداخلات الأكاديميين والمواطنين العراقيين، الحرب باستمرار هي كارثة أو نتائجها كارثية ومأساوية. أيضا هذه الحرب مع الأسف، هذا الغزو غير الشرعي الذي شكل انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة للمادة 2 فقرة 4 اللي تذهب إلى عدم استخدام القوة المسلحة لإيجاد حلول للمنازعات بين الدول، ويذهب الميثاق باستمرار إلى أهمية اللجوء للدبلوماسية لإيجاد حلول للنزاعات والأزمات بين الدول. الذرائع اللي قدمها كولين باول في مجلس الأمن الدولي أثارت استياء أعضاء مجلس الأمن الدولي، نتذكر عندما أشار في على قنينة الأنتراكس وأيضا البيولوجي والكيمياوي والناقلات اللي تنقل المشاريع من مكان إلى آخر وغيرها من التفاصيل اللي هي غير واقعية على الأطلاق، على الرغم أنه خلفه كانت غونداليزا رايس اللي هي مسؤولة الأمن القومي الأمريكي، زائدا مسؤول المخابرات الأمريكية اللي هو مصدر هذه المعلومات لاحقا كولين باول في كتابه يعتبر نفسه كان مغفل كبير وتم تضليله عبر هذه المعلومات من المخابرات الأمريكية ويشعر بالخجل. لاحظ الموقف الفرنسي لدوفيل بان في مجلس الأمن كان ضد أي قرار للذهاب إلى الحرب، نفس الشيء ألمانيا الاتحادية إضافة لروسيا والصين، وهدد الرئيس جاك شيراك في حينها بأن الذهاب إلى الحرب أو أي مشروع للعدوان أو للحرب على العراق سيقابل بفيتو فرنسي. لهذا ذهب بوش وتوني بلير للذهاب إلى
الحرب مباشرة وغزو العراق. طيب بعد هذه الاعترافات الأمريكية دكتور غازي، هل يمكن رفع دعاوى والمطالبة بتعويضات عن ما لحق بالبلاد منذ 2003 وحتى هذه الساعة، خاصة أن الأسباب والحجج التي سيقت في تلك الفترة وهي وباعتراف أمريكي أخير؟ نعم أكيد هذا منطقي، يعني طبقا للقانون الدولي للميثاق، هذه الحرب هذه العدوان اللي اعترفت بها الأمم المتحدة لاحقا وحولتها من غزو إلى احتلال لشرعنة هذا الاحتلال تدريجيا، لكن في كل الأحوال كل الخسائر الكبرى اللي أشار لها التقرير 5 ملايين مهجر، الحروب الداخلية اللي أدت إلى تدمير البنية التحتية، نفس الحرب على البنية التحتية والمنشآت العراقية، الكهرباء، الماء، الصرف الصحي، الطرق، الجسور، كل ما يخص الحياة المدنية للإنسان العراقي، قتل أكثر من 1 مليون إنسان، آلاف المغيبين في السجون، كل هذا الدمار الشامل، أكيد هناك كلفة، هناك خسارة، هناك تغريم أو يجب أن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومن اشترك معها بالعدوان كلف الدمار اللي حل بالعراق وبالاقتصاد العراقي وبالبنية العراقية. نذكر كيف فتحت الولايات المتحدة العراقية الحدود أمام تنظيمات القاعدة الإرهابية، وأعلن الرئيس بوش تحويل العراق إلى مسرح للعمليات العسكرية للمواجهة بين الجيش الأمريكي والقاعدة والمنظمات الإرهابية كي لا تصل هذه المنظمات لتهدد الأمن القومي الأمريكي. هكذا تحول العراق إلى مسرح للدمار والتدمير، وهناك ضحايا بصورة مروعة في داخل المجتمع العراقي وبين السكان المدنيين والقرى والأرياف وغيرها. حجم الدمار اليوم بالعراق يتجاوز 400 مليار دولار، من يدفع كلف هذا الدمار؟ الكلف الاجتماعية، النفسية، الانتحار، جرائم القتل، اليوم هذه الفوضى اللي إذن يتحملها الاجتياح الأمريكي دكتور غازي، يتحملها الاجتياح أم تغيير أكيد. نظام الحكم في العراق، يعني تغير نظام الحكم في العراق تماما، يعني وهناك من يؤكد بأن العراق يعيش نتائج أو نتاج ذلك التغيير الآن، حتى ما يتعلق بحالة الانسداد السياسي، الفراغ الدستوري الأخير، الحديث عن حكومة طوارئ. نعم، المشكلات الداخلية اليوم اللي يعيشها العراق من 2003 لليوم هذه مسألة أخرى، يعني على الحكومة، على الأحزاب، على السلطات السيادية التشريعية التنفيذية الرئاسة القضاء معالجة هذه المشاكل. اليوم مسؤولية هذه الحكومة والسلطات المعنية والأحزاب، لكن ما يتعلق بالعراق والولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل النتائج الكارثية اليوم اللي موجودة في المجتمع العراقي، يعني مسألة الفساد المالي، مسألة تدمير الثروات النفطية، الغاز، الكهرباء، البنية التحتية إلى آخره، كل هذا تتحمل مسؤوليته، تدمير الجيش، القوات المسلحة العراقية وبيع الأسلحة العراقية مفككة بالخردة وهربت إلى خارج العراق، تهريب المصانع، تفكيك خردة، كل هذا تتحمل أمريكا لأن وقع تحت الاحتلال الأمريكي، وكل ما وقع تحت الاحتلال الأمريكي من دمار ومن خسائر تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية طبقا للقانون الدولي. لكن نحتاج أو يحتاج العراق إلى حكومة وطنية بالفعل تدافع عن حقوق الشعب العراقي وتستعيد هذه الحقوق كتعويضات للبشر، للناس، للمنظمات، للهيئات الحكومية، للجيش وغيرها من التفاصيل. يعني نتذكر مسألة احتلال الكويت والتعويضات اللي صارت بأكثر من 52 مليار دولار، إذن كم هي التعويضات اللي ممكن تدفعها ويجب أن تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية للشعب العراقي وللمنظمات والمؤسسات والشركات؟ أكيد يجب أن تكون الأمم المتحدة طرف في هذه التعويضات وفي هذه المساءلة للولايات المتحدة الأمريكية. نعم، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. الأخبار مستمرة.
أمنيا، أعلنت فرقة العباس القتالية عن فتح تحقيق بحادث حريق أحد مستودعاتها في منطقة الرزازة خارج محافظة كربلاء. وذكر المكتب الإعلامي للفرقة في بيان له أن الحريق الذي تعرض له أحد المستودعات تم احتواؤه، وأوضح أن قيادة فرقة العباس القتالية وجهت بإجراء تحقيق عاجل لمعرفة أسباب نشوب الحريق بعد احتواء آثاره. في الأنبار، اقتحمت عناصر مسلحة يعتقد أنها منتمية لتنظيم داعش محطة وقودا في قضاء الرطبة غربي المحافظة، وخطفت أحد موظفيها وعجل رأس تريلا ولاذت بالفرار. وأكد قائد عمليات الأنبار الفريق الركن نومان الزوبعي وقوع هذه الحادثة، وأشار إلى أن الموظف المخطوف من قبل عناصر داعش هو محاسب في المحطة رقم 25 ضمن قضاء الرطبة، مفندا في الوقت نفسه أنباء حرق المحطة. وفي نينوى، أقدم عناصر من تنظيم داعش الإرهابي على اختطاف 2 من رعاة الأغنام في قضاء مخمور ضمن جنوب شرقي المحافظة في حادثة هي الثانية من نوعها خلال يومين. مصادر أمنية أوضحت أن عناصر من تنظيم داعش أقدموا فجر اليوم على اختطاف الرعاة عندما كانوا مع قطعانهم من منطقة بئر مهادي الواقعة ضمن ناحية مخمور، في مستغلين الظروف المناخية السيئة التي تشهدها تلك المناطق. هذا وكان عناصر التنظيم قد اختطفوا أمس 5 من رعاة المواشي قرب قرية طامور الواقعة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك. أما الآن ينضم إلينا الخبير الأمني أعياد الطوفان. أهلا بك أستاذ أعياد، رمضانكم مبارك. ما المؤشرات التي تبعث بها حادثة اختطاف عدد من رعاة الأغنام خلال يومين؟ تحية طيبة لك ست سؤدد وللأخ محمد، ورمضان كريم لكم ولعوائلكم ولعراقنا الجريح. في البداية اسمحي لي أن أستذكر اليوم الأسود في عام الحزن، هذا اليوم الذي بكت فيه عيون الشرفاء من العراقيين، وضحكت عيون وتراقصت أجساد الخونة والعملاء والذيول الفاسدين له طربا، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا سيدتي، مجرمي داعش يعتبرون شهر رمضان وخصوصا بعد 2014 هو المناسبة الكبيرة لهم دائما للقيام بواجبات أو كما يسمونها الغزوات في كافة أنحاء العراق. هنا حقيقتين لابد منها، هم لم يستطيعوا الآن القيام بواجبات أو عمليات استراتيجية نوعية ممكن أن تستهدف وتحتل المدن أو القرى أو النواحي أو الأقضية أو حتى المحافظات، هذا أمر أصبح بعيد جدا لا يمكن تحقيقه. لكن في المقابل هم يستغلون هذه الأهداف الواهنة البعيدة، مناطق حدود المسؤولية كما حدث على رعاة الغنم ما بين كركوك وصلاح الدين، لأن هذه حدود المسؤولية لا يسيطر عليها من المحافظتين وتبقى مناطق سائبة تائهة. وفي نفس الوقت هم يستخدمون الطرق البعيدة، وهذا نتيجة استطلاعهم الجيد. إذن استخباراتهم بالمقابل أحسن من استخباراتنا، المفروض أن تنشط في هذه الفترة وخلال هذا الشهر. ولذلك كان من الأحرى كل فرقة أو فوج ضمن قاطع المسؤولية أن يقوم بعمليات استباقية خصوصا في هذا الشهر المبارك، وكلما تقدم خصوصا العشر الأواخر أنا أتوقع ستشهد مزيدا من المناطق الكثير من هذه العمليات للأسف. نعم، يعني أيضا بما أنك عرجت على يعني تصاعد نشاط تنظيم داعش الإرهابي خلال شهر رمضان المبارك بعد عام 2014 كما تفضلت، هناك بعض التسريبات تحدثت عن احتمالية استهداف مناطق معينة في وسط وجنوب البلاد، هل هذا وارد؟ هذا وارد جدا، وخصوصا الأحزمة الناسفة، لأن عملية وإمكانية العجلات المفخخة داخل مراكز المدن أصبح فيها كثير من الصعوبة بسبب يعني فعالية
السيطرات أو الجهاز العسكري والأمني. اثنين، هم فقدوا القدرة الكبيرة أيضا على تهيئة هكذا عمليات كبيرة، لكن تبقى استهدافاتهم بالأسلحة الأحزمة الناسفة عملية واردة جدا، خصوصا في أماكن الاكتظاظ وتجمعات الناس، وكما ذكرنا قد تكون بالعشر الأواخر لا سمح الله، لأن العوائل تخرج للتبضع لمناسبة عيد الفطر المبارك. وثانيا، كل السنوات المضت شهر رمضان دائما العشر الأواخر دفعنا بها كثير من الشهداء، لأن هؤلاء المجرمي داعش هم ليسوا فقط أعداء الحياة، لكنهم يريدون أن يبثون الرعب في نفوس العراقيين بأن لهم القدرة بالوصول إلى التجمعات السكانية، وبالتالي الحاق الضرر والأذى لا سمح الله في المواطنين. نعم، يعني إذا ما جئنا إلى الحادثة الأخيرة يعني سيد أعياد، تلك المرتبطة باقتحام عناصر مسلحة أيضا يعتقد بانتمائها إلى تنظيم داعش الإرهابي، محطة للوقود في قضاء الرطبة، واختطاف موظف بالإضافة إلى رأس عجلة من نوع تريلا، أيضا ما مؤشر مثل هكذا حادثة؟ خاصة طبعا يعني ودعنا ننطلق من الحديث، أعتذر منك، عن الانسداد السياسي وتلك العلاقة حقيقة الطردية بين تكرار هجمات تنظيم داعش الإرهابي وبين استحكام الانسداد السياسي أو الأزمة السياسية. هناك دائما مجرمي داعش لديهم القدرة على استغلال أي خلافات أو فجوات أمنية، يستغلونها باستغلال بشع. ما يجري في البلد الآن من تناحر سياسي كبير، دليل بين هذا البلد لا تم الديمقراطية ولا الانتخابات، هذه جميعها وسائل لغايات هي السيطرة والنفوذ والمحاصصة والطائفية، وكل ما تقول به هذه الأحزاب لا يتعدى مصالحهم الشخصية وأحزابهم الحلقات المقربة لهم. وإلا نتائج الانتخابات واضحة، الإمكانية بأن تكون الناس موالاة ومعارضة هاي لا يؤمنون بها، يريدون الجميع رغم أنهم في البداية وخصوصا الأحزاب المنضوية تحت الإطار التنسيقي جميعهم كانوا ينادون بالأغلبية وينبذون التوافقية، لكن عندما خسروا في الانتخابات ولم يستطيعوا تشكيل الأغلبية رجعوا يطالبون بالتوافقية. موضوعنا العسكري، هذه المحطة الوقود تقع إلى غرب الرطبة بمسافة 27 كيلو، ما يميزها وتسمى محطة وقود السوداني، لأن كانوا أكثر الناس اللي يعملون بها هم من القطر السوداني الشقيق. هذه المحطة هي تقريبا المحطة العاملة بشكل كثيف جدا لعجلات الذاهبة لنقل المسافرين من الأردن إلى العراق ذهابا وإيابا، وكذلك عندما انفتح الخط السوري الآن ناهيك عن العجلات الشاحنات الكبيرة. إذن هذه المحطة يجب أن يكون الاهتمام بها كثير على ذكر وقوي جدا، على ذكر الاهتمام الكثير والكبير جدا يعني أستاذي العزيز، هناك تعرض لداعش أخير هناك تعرض لداعش، يعني على الأقل حتى نفهم خريطة تحرك عناصر هذا التنظيم الإرهابي، تعرض لداعش بناحية الرياض جنوب كركوك ما أدى إلى يعني ضحيتين من المدنيين، وحصل على إثر ذلك انتشار كبير للشرطة الاتحادية. كيف يعني يمكن لنا أن نفهم خريطة تحرك عناصر تنظيم داعش الإرهابي؟ أنا من دخلت الاستوديو وصلني هذا الخبر. هذا في ناحية الرياض، تعرض مجرمي داعش على حشد العاصي، قتل أحد المدنيين، استشهاد أحد المدنيين واستشهاد اثنين من الحشد كما وصلني. هذا كان بالتزامن من الفطور. يا سيدتي ست سؤداد، تنظيم داعش للأسف يعني كل جميع الأجهزة الأمنية لم تتطور بتطور عمليات تنظيم داعش بدراسته واستراتيجيته. الداعش قبل 2014 العراق كان جميعه ولاية واحدة، الآن كل محافظة هي ولاية بحد ذاتها، العمل لا مركزي، لكن طلب من جميع هذه الولايات القيام بأعمال
في شهر رمضان. إذن كل المناطق اللي موجودة فيها لتنظيم داعش سابقا وجود هي ستكون وستنفذ عمليات، وعليه على جميع القطاعات العسكرية والأمنية بما فيها الحشد، تأمين العمليات الاستباقية، تحديد الأهداف، التعاون فيما بينهم، اليقظة والانتباه، القيام بعمليات الاستطلاع بالقوة، هذه جميعها حتى نقطع الطريق على مجرمي داعش بإلحاق الضرر لا على مقاتلين وعلى مواطنين. الخبير الأمني الأستاذ عياد الطوفان، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. الأخبار مستمرة. على الرغم من تطمينات شرطة محافظة ديالى بوضع خطة أمنية محكمة لإرجاع نازحي قرى نهر الإمام إلى منازلهم، فإن سكانها ما زالوا متخوفين من تكرار أعمال العنف بحق أبنائهم. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. بعد أشهر عدة شهود عيال يروون تفاصيل جديدة لحادثة قرى نهر الإمام والميثاق، أكثر من 300 عائلة نازحة في بعقبة يخيم الخوف عليها من تكرار الأحداث في حالة العودة إلى مناطقهم بعد مشاهدة الحرق والقتل على مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية. والله عايشين ما الله شو نسويها، نجوع نعطش ساكتين، نشكر رب العالمين وحسب الله ونعم الوكيل على كل باطل. يا ابني كنا البساتين حرقوها، الهمان حرقوها كلها، والله طيارات اثنين طائرات، وهذا كلهم يدرون يا ابني. ومع حلول شهر رمضان المبارك تعاني هذه العائلات من ارتفاع الأسعار في الأسواق، ما سبب بجوع كثير منهم بالإضافة إلى قلة الدعم الحكومي، خصوصا بعد فقدان مصدر الرزق الوحيد لهم المتمثل بالزراعة. واحنا حسن داعي نقول نريد هاي تعويض مالتنا، مال البساتين، مال الزرع، مال المكاين، الآبار، هاي كلها ظلت هناك، طرقنا بطرق الدجاج وطلعنا احنا. نطلب من الحكومة تعوضهم، هاي شو نطلب شو يريد منهم؟ الحكومتان المحلية والمركزية تحاولان إغلاق هذا الملف وتأمين القرى تمهيدا لعودة العوائل، وذلك بنصب كاميرات حرارية وتكثيف النقاط العسكرية لمنع دخول مجاميع مسلحة. قرى نهر الإمام والمناطق الأخرى تم وضع خطة أمنية محكمة بنصب كاميرات لأغراض المراقبة ومنع حدوث خروقات أمنية بتوزيع وإعادة انفتاح وتوزيع القطعات الأمنية من قيادة شرطة المحافظة ومن قيادة الفرقة الأولى ومن الإخوان بالحشد الشعبي، هذه وبالتعاون مع هذه المناطق وأهاليها وسكناها لغرض تأمين إعادة العوائل المهجرة إلى هذه القرى. ورغم كل الوعود بحفظ الأمن في قضاء المغدادية، إلا أن أهالي قرى نهر الإمام ما زال الخوف يخيم على عودتهم بعد الأحداث الأخيرة التي راح ضحيتها عدد من السكان أمام أنظار الأجهزة الأمنية. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. لليوم الثاني على التوالي والثالث في بعض المحافظات تسيطر العواصف الترابية على معظم أجواء البلاد، حيث تسببت بتعطيل حركة الملاحة الجوية لبعض المطارات وعرقلت سير العجلات جراء كثافتها، فضلا عن تسببها بحالات اختناق شديدة لمرضى الربو على وجه الخصوص. وتشير التنبؤات الجوية إلى استمرار الموجة الغبارية في معظم مناطق البلاد حتى يوم غد، مقابل انخفاض طفيف في درجات الحرارة، فيما ترجح أن تصل الموجة الغبارية إلى مدن الجنوب وترافقها هبات ورياح قوية تصل سرعتها إلى 65 كيلومترا في الساعة. هذا وسجلت مستشفيات عدة في محافظات مختلفة مئات حالات الاختناق، فضلا عن تسجيل وفيات جراء مضاعفات أمراض التنفس المزمنة بسبب العاصفة الترابية التي تجتاح البلاد منذ يومين. وأكدت مديريات الصحة في محافظات صلاح الدين، كركوك، السليمانية،
تسجيل أكثر من 600 حالة اختناق فضلا عن مستشفيات محافظات أخرى سجلت حالات اختناق، إلا أنه لم تعلن الحصيلة النهائية نظرا لاستمرار العاصفة الترابية. اقتصاديا، أعلنت وزارة التجارة بدء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة للعام الحالي بعد وصول عدد من الشاحنات إلى مركز السماوة في محافظة المثنى. وذكر بيان للوزارة أن الكميات الأولى المتسلمة من المستلمة من الفلاحين في المحافظة تم إجراء الفحص المختبري ومطابقتها للمواصفات القياسية بإشراف الكوادر الرقابية. وأكد البيان أن جميع الملاكات ستستمر بالعمل على مدار اليوم لغرض استقبال الكميات الواردة من الحنطة إلى مراكز التسوق، كما دعت الوزارة الفلاحين والمسوقين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوز في التعليمات والضوابط التي أعدتها الوزارة لإنجاح الموسم التسويقي. بعد قرار وزارة النفط رفع أسعار النفط الأسود إلى نحو 30%، يبدو أن العراقيين على موعد مع ارتفاع جديد في أسعار الاشتراكات بالمولدات الأهلية، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد التي يدخل في صناعتها ذلك الوقود. من الفواكه والخضار إلى المواد الغذائية، عصف الأسعار هذه المرة يطال النفط الأسود الممنوح لمعامل الإسفلت وبزيادة تجاوزت 30%، ما يعني أن هنالك كارثة كبرى تنتظر المواطن. قرار وزارة النفط برفع سعر النفط الخام الأسود لمعامل الإسفلت كان صادما وغير متوقع لأصحابها، لأن أولى تبعاته ستطال سعر أمبير المولدات الأهلية للكهرباء، إذ أن هذه المعامل وقبل كل شيء تعمل على إنتاج وقود الغاز، أي أن سعر الأمبير من الممكن أن يصل إلى 40,000 دينار بحسب القائمين على هذه المعامل. بالنسبة لنا تفاجئنا يعني بهذا قرار الصعود مال زيادة الأسعار بالنسبة لزيت الوقود، يعني زادت من 250,000 إلى 350,000 للمكعب الواحد. طبعا هاي الزيادة 30%، أي زيادة بهيك نسبة عالية أنا أتوقعها تكون ما مدروسة 100%. احنا بالنسبة لنا ننتج مادة المخلفات النفطية اللي هي هيفي غاز اويل، هاي المادة مسؤولين عن 80% من المولدات الأهلية بالشارع، طبعا غنى عنها المولدات المعامل، اي مولدات موجودة بغداد او كافة المحافظات تاخذ التجهيز مالتها بالنسبة للغاز الثقيل تاخذها من معامل الاسفلت، اتوقع يتجاوز 40,000 ضمن الظروف المناخية خلال السنة. احنا مقبلين على صيف حار جدا، فاتوقع الزيادة لانه حاليا هسه هي 25,000 ضمن قبل ما احنا نزيد 30% فهي 25,000، من انت تزيد اكيد راح يتجاوز 40,000. الامر لم يتوقف عند هذا الحد، فعمليات اكساء الشوارع ايضا ستتقلص، يضاف اليها تسريح مئات العمال من عملهم، ما يعني اضافة رقم جديد للبطالة يضاف للرقم الكبير المسجل في البلد. ستكون هناك بطالة لأنه هذه المعامل تعمل على يعمل بها الكثير من الكوادر الهندسية والفنية، وكذلك بالنسبة لنواقلين الحوضيات أي الصهاريج سيتسبب بتوقف عمل مئات الأشخاص، بالنتيجة سيتسبب بفقدان لآلاف العوائل لمصدر رزقهم. وزارة النفط نفسها تقوم باستيراد بعض المنتوجات النفطية وبأسعار خيالية جدا، فلماذا هذا الإشحاف بحق هذه الصناعة الوطنية؟ وهدد أصحاب المعامل بإيقاف معاملهم بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة ما لم تتراجع وزارة النفط عن قرارها برفع سعر الخام الأسود، ما يجعل المواطن في حالة ترقب لأزمة جديدة ستثقل كاهلة. سيف علي، قناة الفلوجة، بغداد. في مبادرة لرد الجميل وتثمينا لحرصهم على نظافة المدن، بادر عدد من شباب الفلوجة لإقامة مأدبة إفطار جماعي لعمال النظافة في خطوة تؤكد على دورهم في المجتمع وإبراز جمالية المدن ونظافتها. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. لولاهم لما كانت الفلوجة أجمل، تثمينا لجهود عمال النظافة في الفلوجة وتأكيدا لحرصهم الكبير على نظافة المدينة، أقيمت مأدبة إفطار جماعي لمجموعة من العاملين في بلدية الفلوجة، خصوصا أن أغلب العاملين في رفع النفايات من الطبقة الفقيرة والمعدمة يعملون ليل نهار حتى تكون شوارع الفلوجة أجمل. اليوم هذه المبادرة
شاركنا بها عمال النظافة، إفطار جماعي من داخل موقع عمال النظافة. الحقيقة حبينا بأن نطلق رسالة إلى أهالي مدينة الفلوجة بالتعاون مع عمال النظافة، وبنفس الوقت ندل هذا الشيء يدل على التعاون والتراحم من أبناء المدينة. العامل يقع عليه الكاهل الكبير بتنظيف المدينة، هؤلاء الأبطال الذين يسعون ليلا مع نهار لنظافة مدينتنا وإظهارها بأجمل الصور. ساعدت عمال النظافة في بلدية الفلوجة، وذلك لأغلب هذه الفئة من العوائل المتعففة والمحتاجة. مساعدتهم اليوم بحصة غذائية، حصة رمضانية، زائد وجبة إفطار. شباب الفلوجة كعادتهم يؤكدون اليوم في مبادراتهم الإنسانية على رد الجميل لهذه الفئة المهمشة في المجتمع، لا سيما أن عمال النظافة يعملون بأجور بسيطة جدا، وبعضهم متطوعون من غير رواتب شهرية. تخيلوا الحياة دون عمال النظافة، عندها ستعرفون قيمتهم. رسائل واضحة يريد إيصالها أبناء الفلوجة عن قيمة عامل النظافة في المجتمع، فبجهودهم السامية يجعلون مدننا صالحة للعيش. من الأنبار، أحمد ناجي، قناة الفلوجة. ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. مبادرات الإطار تواجه بصمت التيار، والقضاء يحسم الجدل حول مصطلحي تصريف الأعمال والطوارئ. 19 عاماً على نكبة الاحتلال، دعوات لإصلاح النظام السياسي وإنهاء تراكمات التحصص والفساد. مرة أخرى الإرهاب يختطف رعاة أغنام في نينوى مستغلاً رداءة الطقس ويهاجم غرب الأنبار، والأمن يستنفر. معامل الإسفلت تحتج على رفع تسعيرة الخام وتحذر القرار سيرفع سعر أمبير المولدات ويعطل تعبيد الطرقات. الفلوجة تحتفي بأبنائها، إقامة مأدبة إفطار لعمال النظافة، لولاهم لما كانت المدينة أجمل. الفلوجة .tv للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا على فيسبوك، تويتر ويوتيوب. كمان دمتم بعافية.